من في الأمور ديال الدعوة والنصيحة بصفة عامة، هذه تجربة أنك كل ما قدمت النصيحة بواحد طريقة يعني فيها رفق وفيها لطف وفيها رحمة إلا وغيكون عندها آثار، والأساليب والابتكارات والأفكار في الدعوة يعني لها أثر طيب، أن الإنسان يبتكر أو طريقة تكون عنده خاصة بها. على سبيل المثال، أنني مرة كنت مسافر إلى الدار البيضاء، ماشي للدار البيضاء، وصلت للمحطة، تلقاني واحد الأخ ملتحي متسنن قميص ولحية، أهلا أخي رضوان كيف حالك بخير لاباس؟ قال لي فين ماشي؟ قلت له ماشي مسافر للدار البيضاء. قال لي تا أنا من ساعة؟ قلت له في ساعة كذا وكذا. قال لي تا أنا ماشي، وكنت ماشي في واحد الكار جديد، يعني أنا اخترت، سولت واحد صديق قلت له شي كار مزيان، قال لي كيخرج في هذه الساعة، وخديت معايا واحد الكتاب باش نقراه في الكار. فمنين تلاقيت هذا الاخ هذا، جلسنا انا وياه في بلاصه واحده، بقينا كنتناقشوا شويه، الكار زاد، صاحب الكار شعل الاغنيه ديال ام كلثوم، حب وسكارى، حنا ماشيين وخادم. جا ديك صاحبي اللي قدامي قال لي انت كتشوف هذا الشيفور هذا، شوف عملنا ام كلثوم، غنمشيو حنا هنا ام كلثوم حتى للدار البيضاء والغناء، يا اعوذ بالله. قلت له انا غادي نتكلم معاه نصحه، لعل الله عز وجل يعني ينفع بهذه النصيحه ويستجيب. انه قال لي لا ما ننصحوش، قال لي امشي دور فيك الناس قاصحين هذو. قلت له باش ما كاينش اختيار، يعني الا الاختيار الثالث اننا ننزلوا من هذا الكار، يعني اما نبقاو نسمعوا ونخليوها ما نتكلموش، واما غنتكلموا معاه، فين الاختيار الثالث؟ قال لي لا اعمل اللي بغيت. مشيت عندك مولكا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك بخير؟ صحة بخير، العائلة الأولاد؟ ودعيت معاه، وقينا يعني كنديو نجيب معاه في الكلام، نسقسي على الأسرة كيف حالك، وشكرا يعني على هذه السياقة اللي ماشي مهدنا. حقيقة كان سائق يعني مرزن مع الكار جديد. قال لي شكرا انت كذلك. قلت له اسمح لي خديت لك من الوقت ديالك، وانه لا ينبغي الكلام مع السائق. قال لي لا خذ راحتك، من لا ينبغي الكلام مع السائق، مرحبا وانا ارتحت لك وكذا. قلت له جزاك الله خيرا، ثم انصرفت. مين مشيت في حالي عاود رجعت، قلت له هذه اللي باديه ام كلثوم؟ قال لي ايه. قلت له انت كتشوف احنا باقيين صغار شباب وكذا؟ قال لي باينه، يعني الانسان باين باقي صغير. قلت له ما تجبرش شي عندك شي حاجه الشباب؟ قلت له شي حاجه ديال نانسي عجرم، حبيبي الرب والصيبوس، او لا شي حاجه ديال عود اطبطب ادلع. جاو شاف فيا قال لي ها. قلت له هادو ما عندكش؟ قال لي انا نشوف لك. ومشيت نجلس، جا ديك صاحبي قال لي شني؟ قلت له يكون خير ان شاء الله. وبقينا شويه مده طويله، وباقى يعني الغناء خدام، يعني ديك الاغنيه ام كلثوم باقي خدامه وكذا. فشويه يد وقف الاغنيه، هو يعمل ديك مولكر، عمل الكشك، عبد الحميد الكشك رحمه الله وجزاه الله خيرا، وبدا الكشك، الدرس ديال الكشك، يعني مول الشيفور فهم الرساله اللي قصدت له انا، يعني المعنى، وعملنا الكشك جزاه الله خيرا. فصاحبنا اش غايقول لي قدامي؟ قال لي الكشك صاحبي عنده الاحاديث ضعيفه. قلت له راه ما باقي خصني عنه نجيفك، انت مكلتهم ما قبلتيها، الكشك ما قبلتيه، والله يا اخي نوض انت عملنا الدرس، نوض انت تكلم ونسمعوا لك. فالانسان خصو احيانا يعني يعرف كيفاش يتصرف، لاننا اذا كنا مشينا عند مول الكار بجوج بينا، ولا مشيت لعنده ونقول له اخاي طفي علينا هذا مكلتهم، كان غيوصل لشي باراج ديال الدرك الملكي، وغادي يوقف وغادي يقول له ماشي شوفوا واحد الجوجه راه تعدوا عليا وسبوني وكذا، انا كنسوق وهما كياذيوني، وغينزلونا الدرك الملكي من تما. واذا كانوا مزيانين غيصيفطونا في شي كاميون ديال التبن، غيقولوا للموصل هذو الكازا. فالانسان خصو يحاول انه ما استطاع يترفق بالناس، وتكون نصيحه يعني فيها محبه، وتكون خارجه مع شويه ديال الرفق، او قل الرفق كامل، لاننا في زمن نحتاج الى ان نترفق بالناس ونحسن اليهم ونتعاطف معهم ونرحمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرة كنت دخلت للمغرب، دخلة ديالي الأولى للمغرب، شي مدة شوية
استضفوني في مديرية الأمن ديال تطوى دعوة لبعض الأسئلة وكذا، بغينا نعملوا معك واحد استجواب وكذا. قلت له تفضل. يوم من بعض الأسئلة كان سولوني قالوا لي يعني واش ما كتفكر شي في الجهاد، وقلت لهم أنا كنفكر في الجهاد. شكون ما يفكرش في الجهاد؟ كنفكر في الجهاد، نجاهدوا في سبيل الله. قال لي فاهم. قلت له كنفكر يعني يخطب الملك خطاب ملكي يقول شعبي العزيز اللي بغى يتطوع كاين واحد 6 شهور ديال التدريب، ويدربوا الشباب على حمل السلاح ويرجعوا سبتهم ليليا ديالنا. قلت له هذا الجهاد اللي مزيان، يعني نرجعوا هذه المدينه هذه ونرجعوا لمدينه اخرى ونحميوا البلاد ديالنا من الاعداء، هذا هو الجهاد بمباركه العلماء. يكون داك الشيء منظم اما العشوائيه يعني وانفلات عن العلماء. اقول العلماء الربانيين، لان يقدر شي واحد يقول لك لا العلماء دابا كاملين علماء يعني باعوا الماتش او لا تابعين على الفلوس ولا لا لا لا، يقول لك هذوك ماشي علماء هذوك عملاء. انت سيدي اسمع الكلام العلماء اللي هما علماء ربانيون، عالم الرباني اسمع له الكلام ديالو. لا عليك انك اذا شفتي شي واحد انت لا تثق به دينه ولا بعلمه فاتركه، انت مشي اسمع الكلام العالم الذي تثق في علمه ودينه وصدقه، وهم كثر ولله الحمد. ولكن المشكل هو اننا نركبوا راسنا ونبقى احنا باننا نفصل في الامور والنوازل اللي يعني الاولى ان ترجع الى العلماء. هذا ما كان من الطرائف التي يعني وقعت للرضوان بن عبد السلام، انني بعد الزواج سافرت للدار البيضاء. من بعد الزواج سافرت للدار البيضاء انا والزوجه ديالي، ثم وصل وقت الظهر أذن المؤذن لصلاة الظهر، دخلنا نصلي الظهر. أنا دخلت المسجد ديال الرجال والزوجة ديالي دخلت المصلى المسجد النساء. فلما سالينا خرجت أنا من المسجد، بقيت كنستنى الزوجة تخرج، وكان فيا الجوع. بالشمالية كنقولوا الجوع، كان فيا الجوع. إيوا واستنيت الزوجة ديالي تخرج، وأنا شفتها خارجة في الباب ديال المسجد، وانا قربت لعندها هي كتعمل الحذاء هيدا واقفه تما يعني كضربت الصباط ديالها لا شي حاجه بحال هكذا. المهم انا قربت لعندها قلت لها والزين ديالي يلا نمشيو نتغداو راني كنموت بالجوع. وهي الدوار تشوف فيا هكذا، ملي شافت فيا كنجبر ماشي العينين ديال الزوجه ديالي، هذيك واحد المنتقبه اخرى. فضاقت بي الارض بما رحبت، وجاتني الدوخه والشقيقه ورجعت ما عرفتش راسي فين انا، ورجعت للور. ديك الاخت مشات في حالها. بعد خرجت الزوجه ديالي من المسجد، قلت لها راه جري الحق مورا ديك السيده هذيك، مشات موراها وقالت لها راه وقع خطا. قالت لها لا انا عرفته بانه خطا لان شفتك لداخل وانتم من الشمال. قالت لها ايه. قالت لها انا عرفت من اللهجه ديالها عرفتها انتم من الشمال يعني الناس برانيين. لا ما كاين حتى شي مشكل. ايوا رجعت الزوجه ديالي اللي عندي كتضحك عليا كتقول لي الجوع جعلك انك ما تبقاش تشوفها مزيان، ما تفرقش بين الزوجه ديالك وبين امراه اخرى. وهذو من الطرائف اللي وقعوا في السفر. ملي خرج واحد المقطع صوتي ديالي، من الطرائف اللي وقعوا لي مع هذه المقاطع يا صوتيه يا مرئيه، انني واحد المره طلعت في واحد الطاكسي صغير في تطوان، وبقيت كنتكلم مع مول الطاكسي. جا واش غادي يقول لي؟ قال لي عندك الصوت دو واحد الاخ رضوان. قلت له عندي حتى التعريف ديالو ماشي على الصوت، حتى البطاقه الوطنيه ديالو عندي. هو لا يدري انني انا هو رضوان. قال لي عندك الصوت ديال الاخ رضوان. ومن الطرائف كذلك انني كنت في واحد المقهى جالس، وكاين واحد جوج الشباب جالسين قدامي في يدهم التليفون كيسمعوا واحد المقطع صوتي ديالي. هذا ديك كان خرج الاول، كان باقي ما خرجش المرئيات. وبدا ديك الشاب كيسمع ديك المقطع اللي فيه 16 دقائق وكيضحك، وانا من طبيعتي كنشوف فيه وكنضحك حتى انا. واحد الساعات شافني كنضحك ودار عندي قال لي
قال لي عندك الواتساب؟ قلت له اه عندي. قال لي ارى الرقم. قلت له علاش؟ قال لي نصيفط لك هذا واعر. قلت له هذاك اللي كيتكلم هو انا. قال لي قل اقسم بالله. قلت له نعم هو انا. قال لي واخا نعملوا شي تصويره انا وياك. قلت له نعملوا فيديو كاع، علاش عاد تصويره؟ فالناس استقبلوهم جزاهم الله خيرا. وكثير يعني احيانا بعض الناس، واحد المره نزل من السياره في وسط الطريق وجاء قال لي انا شفتك خصني نسلم عليك سير، ما حلوش نتلاقاو مره ثانيه، كنشوفك عا في اليوتيوب. هذا ما كان، وهذا يعني من حسن ظنهم باخيهم جزاهم الله خيرا. نسال الله عز وجل ان يجعلها لله هذه المحبه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأشكر الإخوة طاقم ديال جريدة بريستيطوان على هذه الاستضافة، فجزاهم الله خيرا وعلى هذا الاهتمام وهذا اللقاء للتعريف برضوان بن عبد السلام. يعني الناس كيسولوا فينا جزاهم الله خيرا، فأحببت أن يكون هذا اللقاء كما طلب مني الإخوة هنا في الجريدة، هو يعني سيرة ذاتية مختصرة، وإن كان الأمر لا يستحق إلا أنه بعدما كثر الطلب أحببت أن ألبي الدعوة. رضوان بن عبد السلام من مدينة تطوان، ولدت فيها حي جبل درسة 1981 30 أكتوبر، ودرست في تطوان. ثم قبل أن أتمم يعني من فصل 20 عام، يعني قدر الله أنني أسافر إلى إسبانيا، وسافرت إلى إسبانيا بالضبط بمدينة برشلونة. فلما يعني وصلت لبرشلونة جازت يعني سنة أو سنتين أظن، ثم كان بعد فضل الله عز وجل كان لرجل الفضل علي، وهو محمد ولد الطاهر من برشلونة، رجل فاضل من الريف ويقيم هنا بالرينكون بتطوان جزاه الله خيرا، وإنني دائما أدعو له. أنني كنت ذهبت معه في يعني جولة إلى أحد الدورات العلمية، وكان في ذلك الوقت حضر الشيخ يعني اللي غيحضر الشيخ محمد حسين يعقوب، فكنت رافقت هذا الرجل الأخ محمد ولد طاهر، ورأيت فيه يعني حب الدعوة ونشر العلم وخدمة العلماء. هذا الشيء كان في 2003 2004. ثم بعد ذلك مرت الأيام وكنت أحضر الدروس يعني في بعض المساجد والدورات العلمية، لأن كان يوجد في برشلونة كثير من الدورات العلمية وحضور العلماء من كثير من البلدان الإسلامية. ثم مرت الأيام وبدأت بالعمل الدعوي في بعض المساجد. أحيانا كان يغيب الخطيب ديال الجمعة لسفر أو لعطلة أو لغير ذلك، فكان يطلب مني أنني نبقى في البلاصة ديالو، فكنت كنعمل خطبة الجمعة ودرس كلمة عن بعض السنن والآداب وهكذا في مساجد برشلونة. ثم بقيت كنخرج للمساجد خارج، يستدعوني الإخوة جزاهم الله خيرا خارج برشلونة وأحيانا بعض المدن الأخرى، وكان هالشي ما كيتسجلش، يعني الكلمات ديالي عادية أحيانا، حتى أن كما كيقول كنت في موضوع التيمم، أنا فحال ما كاين شي الماء نتيمو. كان أحيانا بعض المساجد يحتاجون أن شي واحد يعمل شي موعظة أو كلمة، أو يحتاجون الخطيب جمعة، فكنت يعني أستجيب. وكان هذا يعني مر عليه وقت طويل، الا ان هذا الشيء هذا ما كانش كيتسجل لا مرئي ولا سمعي الا القليل. انا كنت ارفض وامتنع انني يتسجل هذه الكلمات او هذه الدروس او اقول بعض الخطب للجمعه، الا انه مؤخرا في احد المساجد
في مدينة برشلونة كانت كلمة عفوية عادية في أحد المساجد، وشي واحد نزل تليفون قدامي يعني سجلني ونشر هذا المقطع على الواتساب اللي هو فيه 16 دقائق و24 ثانية، وخرج هذا المقطع وأنا استحييت يعني لما انتشر هذا، ما أنا ما كنت باغي يعني خرج هذا، كنت أكلم الناس في المجالس وفي المساجد أو في بعض المناسبات فقط وينصرف كل واحد لحاله، وخرج هذا المقطع صوتي وانتشر يعني كتب الله له يعني الانتشار، وبدأوا الناس كيتلاقوني كيقولوا واحد المقطع وصل لنا وكذا وكذا وكذا، نشره واحد الاخ من طنجه، المنطقه اللي كنت فيها انا في ديك المسجد فيها الناس الشباب ديال طنجه، نشر هذاك المقطع هذاك. ثم بعد ذلك جيت للمغرب، بداوا بعض الاخوان كيطلبوا مني كلمه في المناسبه، مناسبه عرس او عقيقه، وانا امتنع عن التسجيل الا انني يعني غلبوني، كنت في مكان مشيت شي والي ما كيجبدوا التليفون يبقاو يصوروا. اول مره قلت لواحد لا اخي ممنوع التصوير، وكان في يده التليفون هكذا، وانا قلت بجديه واثق من نفسي بانني راه غادي يوقف التصوير، قلت له اخي ممنوع التصوير، قال لي سير سير على الله سير، بقى هكذاك يعني، قال لي سير على الله، بقى التليفون هكذاك. فخرج واحد المقطع الاول ثم المقطع الثاني، وحاولت أن أمنع هذا، لكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. وأنا عندي صفحة في الفيسبوك فيها المتابعين، فيها 25 ألف متابع الآن، وما نشرت ولا قط فيديو واحد ما عنديش على الصفحة ديالي، لأن يعني أنا كنت أتهرب من هذا الأمر هذا، وما كنت أفيد يعني كان أفيد الإخوان ديالي كتابة أو بعض يعني النصائح فقط، ولكن هذا الفيديوز كانوا كيكشروهم الناس بالتليفون ديالهم. من بعض الطرائف اللي وقعت رضوان بن عبد السلام انني كنت غايب واحد المده، ملي جيت لتطوان واحد البوليسي قال لي فين هذا الغياب الطويل ديالك، انا كحسب لي صافي مشيت تجاهد، وكان عندي واحد ستيلو هنا جبته قلت له شوف انا عندي على ستيلو، انت اللي عندك الفردي ومتدرب على الضرب بالسلاح، انت اللي تمشي تجاهد، انت اولى بالجهاد مني، اما انا طالب علم اكتب لا احسن استعمال السلاح، انت مشي تجاهد. وبدا قال لي وياه، بدا يضحك، قلت له انت تضرب لابوكا والبيتزا هنا مع راسك وانا خصك تهنى مني. فهذو من الطرائف اللي كيوقعوا احيانا، والاجوبه خاصها تكون انسان يتلقى حتى ان مازحك احد تتلقاها بنيه طيبه. كاين واحد المشكله عندنا كنعانيو منه، انه ربما احد يمازحك وتقول هذا راه يعني كيبغي يقول لي شي كلام او حشي لي الهضره، فهمت، يعيرني أو يعني سوء الظن.